يلا بينا نشوف كروت رونالدو زي ما انت طلبته. هي كروته محدودة شوية للأسف، ما كانتش كتير قوي كمان بالذات في الموسم اللي فات. في الجزء الأولين لما كان مع اليوفي ما كانتش كروته كتير خالص، ولكن لما نقل بعد كده مان يونايتد بقى ليه كروت برضو كويسة. تمام، تعالوا نشوف مع بعضينا بالترتيب زي ما احنا متعودين. ده كارت تبع شركة بانيني بتاع 365 يوم، معناها السنة دي كلها حصل فيها ايه؟ كل البطولات اللي حصلت فيها هتلاقوا ليها كروت عشوائيه، يعني تفتح الباكه تلاقي فيها مثلا نوادي، تلاقي فيها منتخبات، تلاقي فيها مثلا تكون بطولات نسائيه او مثلا بطولات تحت ال 20 سنه مثلا للشباب وهكذا، تمام؟ فبتبقى لذيذه جدا وممتعه، وبيكون فيها بطولات مشكله، فبتبقى لذيذه وممتعه جدا جدا جدا. فان يطلع لك رونالدو دي حاجه كويسه الحمد لله. تاني حاجه معانا الكارت العادي، تخيلوا بقى، بتاع رونالدو لموسم 21 22 تبع شركه توبس في ماتش اتاكس. ده على قد ما انا بفتح كل الباكات دي كلها ما طلعليش غير مره واحده، تخيلوا، فهو نادر جدا 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 سبحان الله. فكان في الموسم قبل ما يعملوا الباكات بتاعه الاكسترا اللي عملوا فيها تعديلات والانتقالات والكلام ده كله، ما كانش فيه غير الكارت بس، تخيلوا، عشان كده ما بيطلعليش كتير، وعشان كده ما بيطلعليش كروت لرونالدو كتير. بعد كده بقى عمل النيو سايننج مع مانشستر يونايتد، وده كان بيطلع في باكات ماتش اتاكس بتاعه شركه توبس لموسم 21 22 بس الاكسترا مش الباكات العاديه، وده اسمه نيو سايننج، وطبعا ده نادر جدا 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 جدا. طيب بعد كده بقى اوت اوف ذا وورد من نفس الباكات توبس اكسترا ماتش اتاكس، عندك حاجه اسمها اوت اوف ذا وورد بتاع رونالدو بالتيشيرت بتاع مان يونايتد، وده مميز جدا جدا جدا. بعد كده بقى هنلاقي حاجه اسمها اكشن هايلايت، وانا بحب الكروت ديت، بتنزل كانت في الباكات الجديده بتاعت اكسترا بتاعت ماتش اتاكس بتاعت موسم 21 22، هتلاقيها في باكات كتيره، يا اما في اكسترا، يا اما في الباور ديفنس، يا اما في الباور اتاك، ايا كان حاجه من الحاجات اللي لازم يكون مكتوب عليها من فوق كلمه اكسترا تحت كلمه ماتش اتاكس. ودي اكشن هايلايت بيبقى مينلي بيبقى فيه لحظه معينه، تمام، في ماتش معين اتعمل بيها حاجه كبيره. فهنا كان اكتر ظهور ليه في الشامبيونز ليج ان هو سجل زي ريكورد 178 ماتش، فطبعا ده رقم ما شاء الله 40 مخيف، تمام، فده طبعا من الكروت المميزه جدا. وعندنا الكارت بتاع شركه توبس بتاع هوبي اللي هو الكروت اللي مش للعب، ما فيهاش باور والديفنس والهجوم والكلام ده كله، ما بتلعبش بيها، دي للاختناق بس، وده كارت بتشيرت مانشستر يونايتد، فطبعا ده مميز للغايه. واخر كارت واقوى كارت عندي لحد دلوقتي لرونالدو هو الكارت ده، زي ما اتفقنا قبل كده لما اتكلمنا على كروت صلاح، اول ما تلاقي ليميتد اديشن سوبر سكواد لشركه توبس وتكون شامبيونز ليج، اول ما تلاقي ده اللعيب عامه بيبقى الكارت بتاعه دوت يعتبر من اغلى الكروت للعيب. فده زي ما انتم شايفين شكله عامل ازاي، خطير طبعا، هو كارت مميز جدا 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 جدا. اتمنى تكون الكروت عجبتكم، هستنى منكم في التعليقات تقولوا لي ايه اكتر كارت منهم عجبكم، وفي نفس الوقت عايزكم تعرفوا بقى كل الناس بالفيديو دوت، الناس اللي بتحب رونالدو وروهم الفيديو ده، خليهم يشوفوا الكروت شكلها عامل ازاي، وهستنى منكم تقولوا لي مين اللاعب اللي جاي اللي عايزين تشوفوا الكروت بتاعته. يلا بينا، باي باي.